هتكون معانا فنانة شابة نينا. نفس المنبع. ابعدي الكلب عني يا حنان. شيلي كلب عني يا حنان. كل مرة هتعملي الأزعرينة دي يا ريهام. روحي يا حنان اعملي لنا عصير. معلش أنا متوضية، أنت عارفة بقى. متوضية برضو ولا خايفة؟ طب ما تتوضي تاني يا ستي. معلش ما تخافيش. قولي لي عاملة إيه؟ الحمد لله ماشية يا مدام نيفين. كويسة؟ الحمد لله. ورحتي لمحي منيرة؟ آه رحت له من النهاردة. ربنا يشفيها يا رب ويشيل من عليها. وجوزها راجل أمير الأمرا والله. طب هتروحي لهم تاني إمتى؟ كل جمعة إن شاء الله. انتي قولي لي بقى عامله ايه مدام نيفين؟ انا الحمد لله تمام. خدي يا ريهام. طب مستعجله على ايه؟ مش لما ناخد الحقنه الاول؟ لا انا مش هاخد الحقنه النهارده. ليه؟ اصل انا يعني شاكه احتمال يكون في حمل. يا الف نهار ابيض. انا قلت لك مفيش حاجه كبيره على ربنا ابدا. انا لسه ما اتاكدتش، لما اروح للدكتور واتاكد من نتيجه تحليل الدم. لا ان شاء الله هتتاكدي، وبعد 9 شهور هاجي هنا هلعب مع النون. ان شاء الله. حنان في كيس ابيض كده في اوضه الليفنج اللي تجيبهولي. ما تفرحيش قوي كده، انا لسه ما اتاكدتش، لما اتاكد الاول. لا ان شاء الله هتتاكدي، اصل بفايبه وتستاهلي كل خير والله. ميرسي يا ريهام. خدي بقى دولك ده كتير قوي. طب مش تشوفيهم الاول؟ الطرح دي حلوه قوي. بس دي مش طرح، دي شيلان. بس لو عايزه تستخدميهم طرح براحتك. شيلان ولا طرح هو كله بيغطي. تعالي تسكر. خلاص يا ست وعدي. حاضر يا عم الشيخ. حاضر يا سيدي. خلصها خليها تعدي قدام. يعني انا معطيه نفسي بمزاجي؟ دي الباقي هتصبر. خلصي بقى اهو. خلصت. حاسب يا اخي. حاسب يا اخويا. استغفر الله العظيم. اوعى نزلني. انزل من قدام. طيب ما تحاسب يا عم الشيخ. ست اوعي ابوك صدقني. استغفر الله العظيم. اوعى بقى كده وضوء يتنقص. وده هي ازيك يا عجل؟ استنى عندك. ايه في ايه؟ هات الشنطه دي يا فتش. ليه ان شاء الله؟ تعليمات امن. تعليمات الامن دي عليا انا علي؟ ايوه هي تعليمات الامن كده. فتش يا اخويا. ياكش تلاقي قنبله تنفجر في وشك يا بعيد. هي تعليمات الامن كده. بالراحه هتفتح الشنطه. ما فيهاش حاجه. اتفضلي. ما لقيتش صاروخ صغير؟ لا ما لقيتش. ايوه يا محمد. هي طالعه دلوقتي. حماده يا عسل. استني المدام هنا. ليه وانا مش هخش لها جوه؟ لا مشغوله شويه، استنيها هنا. العطله اللي على الصبح دي بقى. فصلنا ورجعنا لكم. وزي ما وعدتكم الفقره الفنيه عندنا النهارده هي فقره غنائيه مهمه جدا، عامله قلبان في عالم الفيديو كليب. حيوا معايا الفنانه شابه القنبله نينا. كل مكوناته طبيعية، صدقيني يا مدام، ده كل صاحباتك واخدين منه إلا ما واحدة اشتكت منه. لعلمك بقى، أنا كلمت كل صاحباتي قلت لهم على عملتك، فخديها من عصيرها وما تروحيش لأي حد من تعرفي أو يعرفني. طب وليه قطع الأرزاق ده بس يا مدام؟ تستاهلي، واضح إنك عمرك ما جربتيش الكريمات اللي بتبيعيها. إحنا فيها يا مدام، أنا أرضى على جلدي حاجة وحشة، اللي مرضاهوش لنفسي مرضاهوش لحضرتك. بصي يا مدام أهو،
اهو انا بالصدفه اهو معايا علبه اهو يا مدام. بصي معايا علبه اهو احط لنفسي حازي نفسي بايديا يعني يا مدام اهو. والمصحف والختمه الشريفه طبيعي ومستورد يا مدام. وبعدين حضرتك ليه بتحطيه ثلاث مرات؟ ده بيتحط مرتين بس في اليوم يا مدام. وبعدين حضرتك ليه بتحطيه وتستهوي او ليه بتحطيه وتنقعي نفسك في الشمس؟ ما هو غلط. الشمس وهي الشمس تعمل كده؟ ده انا واللي دخلوه الفرن. انت يا بنت افتكرتيني حواجيه وجايه تضحكي عليا؟ لا يا حبيبتي انا مصريه 100 100. ما هو باين يا مدام دي قرصه ودن. احمدي ربنا انه ما عملتلكيش محضر في الاسم. اسم اسم ايوه ده اقل حاجه. عارفه لو الشغل وشوشره انا كنت حبستك. اخدت 250 من شنطتها ارميها برا يا مدام. حقك يلا يلا مش عايزه اشوفك تاني ابدا. انا شايله بفلوسي لو شفتك مش هحصل لك. ده بحبك ايه يا مدام؟ مش عايزه اشوفك. ما حدش بيعيالك خليها زي ما انا بعملها لك. طب اديني 250 يا مدام انا بس اجاوب. تحبي تسمعي ايه من نينا يا امل؟ احب اسمع اغنيه مش واخده بالي انا. إذن نينا هتغني أغنية مش واخدة بالي أنا. عايز اقطع عليك يعني. لا عايز اقطع عليك بقول لك يعني. لا وبرنامج ابو ده ولا ايه؟ لا احسن برضه خلينا مع الموزه دي. مبروك يا مدام نجيب. بجد يا دكتور؟ بجد؟ هو ايه اللي بجد يا ستي؟ الكلام ده فيه هزار؟ يا ستي عشان تطمني اكتر انا كلمت معمل التحاليل وعرفت النتائج كلها زي الفل الحمد لله. مدام نيفين حضرتك فاهمه كويس قوي ان الحمل بعد ال 40 بتبقى نسبه الاجهاض فيه عاليه جدا، يعني الراحه التامه والمتابعه بتبقى جزء اساسي من اساسيات النجاح ان شاء الله عشان ربنا يتم بخير. ونقول لك مبروك. العلاج اللي كنا بناخده عشان الحمل هيقف ايميديتلي، مفيش اي دواء تاني يتاخد طبعا لما اديني خبر. كلهم 8 اشهر يعدوا ان شاء الله الهوا. ونبارك لك ونقول لك الف مبروك ان شاء الله. المره الجايه بقى نجرب البني البندقي نازل جديد جميل. خلاص اوكي نخلي المره الجايه بلاش المره دي. تأمريني يا قمر تأمريني. حاجه بيني وبينك احنا ان شاء الله هنفتح محل، عايزين حضرتك تبقي زبونتنا عشان خاطرك اول 3 مرات فري. ان شاء الله تحت امرك فنان. مستر ممدوح في انتظارك. مدام عليا جاهزين. عادل ايه يا مستر؟ ما تاخدش اي مواعيد بكره بعد الظهر، هتروح لاميره هانم عشان فرح بنتها اوكي؟ عينيا الاثنين يا مستر. مستر ممدوح ممكن ثانيه واحده بعد اذنك؟ خير يا عاطف. ثانيه واحده الفه تاني إيه لحظه واحده ومش هتاخر على حضرتك ابدا. اوكي ايوه يا مستر ممدوح والله انا شفته هو بياخد حاجات من هنا الصبح. لا يمكن يا مستر ممدوح صدقني والله العظيم عادي. بص يا مستر ممدوح انا كنت شاكك فيه وقلت انه بعد الظن اسمه، قلت اراقبه واتاكد منه وديني اتاكدت. حضرتك معاك مفتاح دولتنا تقدر تتاكد بنفسك. طب روح شوف شغلك. انا ديلوت. قلت لك روح شوف شغلك اتفضل. يلا بينا شجع مصر في المباراه النهائيه النهارده. قولي لي بقى يا لينا انت ليكي في الكوره زي ما ليكي في الفن؟ والله مش قوي بس بتفرج طبعا على الماتشات المهمه بس. النهارده طبعا ماتش مهم اكيد هتتابعيه. ايوه طبعا دي مصر بنفسها اللي بتلعب. اكيد اكيد طبعا. انا سمعت ان عندك مفاجاه غنائيه كرويه محضراها لما منتخبنا يكسب ان شاء الله النهارده. حقيقي الكلام ده؟ انا مش عارفه انتوا بتعرفوا الاخبار دي ازاي.
احنا فعلا اشتغلنا على اغنيه وان شاء الله هنذيعها لما مصر تكسب الماتش. ان شاء الله. طب ايه رايك نسمع جزء منها حته صغيره كده؟ لا 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 ما تقطعش. لا عندك حق، بلاش نقاطع. يبقى يا جماعه لازم كلنا ندعي ان منتخبنا يكسب النهارده عشان ما نتحرمش من اغنيه نينا. طب انت قولي لي، انت بتعرفي تغني من امتى؟ بقالي حوالي 8 او 9 شهور بالظبط. لا ما اقصدش يعني، ما اقصدش مشهوره من امتى، اقصد يعني انت بتحبي تدندني مع نفسك من امتى، في البيت بتغني من امتى كده يعني؟ لا ده من زمان قوي، من انا صغيره. ومين من المطربين بتحبي تغني له؟ بغني لعبد الحليم حافظ، نجات، لصباح، لشادية، لوردة. وردة وردة دي بقى بحبها قوي قوي قوي، دي اللي حببتني بجد في الغنى. ايه اكتر اغنية بتحبيها لوردة؟ بحب كل الاغاني، بحب حكايتي مع الزمان، بحب لولا الملامة. لولا الملامة جميل. طب ايه رايكم يا جماعة نسمع نينا بتغني اغنية لولا الملامة لوردة؟ تشجيع كبيرة. لا صدقني مش هينفع. صوتي تعبان قوي النهارده، وبعدين مفيش مزيكا. ما تقلقيش، من غير مزيكا مش مشكله، احنا عايزين نسمعك زي ما بتدندني في البيت كده. يلا يا نينا. بلاش نينا، ما تقلقيش، تشجيع يا جماعه، شجعوا نينا. لولا الملامه يا هوا لولا الملامه، لفرد جناحي عالهوى زي اليمامة، وأطير وأرف رف في الفضا، وأهرب من الدنيا الفضا. وكفاية عمري، كفاية عمري اللي انقضى، وأنا بخاف من الملامة، وأنا بخاف من الملامة، وأه من الملامة. واضح يا جماعة إن هنا ما بتخافش من الملامة خالص. نينا انت كنت بتدوري على الشهره ولا جاتلك بالصدفه؟ ويا ترى غيرت ايه في حياتك؟ طبعا ما حدش يكره ان هو يبقى مشهور، بس انا مبسوطه لحاجه تانية خالص، انه اهلي فخورين بيا قوي. لما بمشي في الشارع الناس بتشاور عليا وبتردد اغانيه. لا هشام بلغ شريف ان الملحن اياد الزيداني معانا على التليفون. بتحبيني؟ بحس بجد ان انا مشرفه بلدي. سيبك انت، حب الناس ده بقى هديه من عند ربنا. واضح ان عندنا كمان هديه كبيره النهارده عندنا يا جماعه في شيري لايف. معانا هديه للموسيقى العربيه، هو طور الموسيقى العربيه وخرجها بره حدود الوطن العربي. النهارده واحد من الناس اللي دخلت انماط مختلفه للموسيقى العربيه. النهارده معانا واحد يا جماعه من عباقره الملحنين المعاصرين للموسيقى العربيه، هقول لك حالا. حيوا معانا الاستاذ اياد الزيداني من لبنان يا جماعه. كيفك استاذنا؟ اياد انا مبسوطه جدا بتليفونك ده بجد، انا سعيده قوي وفخوره وكل فخر ليك يا ست نينا. دخيل الله اللي بذرك عشوكل هالفخر يلي انت فيه. انت اساسا على الطرب المصري والعربي، وفي محطات تلفزيون اللي مثلك بيحط ارقام تليفوناتهم. حبيبتي شفافك حلوه وخصرك بيجنن وتغييرك بياخد العقل. بس هول منيح للتخت مش حارس. وين هنقطع المكالمه يا شيف؟ لازم نقطع المكالمه. واضح ان الخط فصل يا جماعه، فاحنا هنفصل ونرجع لكم.
نينا ما تلاقيش هتظبط كل حاجه. نينا نينا ما تلاقيش. حد يا جماعه ياخد المايك. على فكرة مش هتلاقي حاجة تنزل، الحاجات حلوة اهي. ما عندناش ملابس محجبات، ما في بناطيل اهي وجيبات ماكس عندي. ثانية واحدة، تعالي هنا بقول لك ما فيش قياس. يعني ايه ما فيش قياس؟ هشتري عمياني كده؟ وبعدين ما عندك ناس بتقيس اهو. القياس لزباين المحل اللي بيشتري. وانا يعني قست عشان اشتري؟ وبعدين انت مالك من ساعه ما دخلت المحل عماله تلف ورايا تلف ورايا، وانت يعني كنت بصيتي على ثمن الحاجه الاول اللي عايزه تشتريها؟ ده ب 1000 جنيه وده ب 700 جنيه. معاكي 1700 جنيه؟ انا فاكر البس صغير كان بيجي يقلب المحل، هو عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله الحمد لله، ربنا يطمنا عليه يا رب. عادل بعد ما تخلص مدام داليا غير هدومك وتعالى لي على المكتب علشان عايزك. ليه يا مستر؟ حضرتك تبعتني لحد؟ يا اخي ما تستعجلش، لما تغير هدومك ويجيني المكتب هبقى افهمك. استاذ حسين رئيس القناه عايزك على التليفون. ايوه يا فندم، تحت امر سيادتك. ايوه يا فندم. يا فندم طب انا ذنبي ايه؟ ما هو مش اول مره يضحك على الهوا. حاضر 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 يا فندم، تحت امر. حاضر يا فندم، هصلح ده بعد الفصل ان شاء الله. بس ارجوك تبلغ سياده المدير اعتذارنا. جاهزة نينا؟ جاهزة. وصلنا ورجعنا لكم في شيري لايف. طبعا الحلقة كانت سكتت على الآخر قبل الفاصل، والله يا نينا أنا كنت فاكر إن أنتِ مش هترجعي بعد الفاصل. وما رجعش ليه يعني؟ هو الكلام بفلوس. انا احييكي على ثقتك بنفسك جد. طب يا ترى عندك رد على الاتهامات اللي اتقدمت لك قبل الفاصل؟ هيا يا جماعه، حد عنده حاجه ثانيه عايز يقولها؟ وانت عندك حاجه عايز تقولها؟ لا اتفضل. الباشمهندس بتاعك العبقري اللي اتصل، ايا كان بقى ملحن موزع ما يخصنيش، انا اللي يهمني راي جمهوري، وجمهوري بيحبني، وشرايطي بتتباع ومكسره الدنيا، واغانيه مليانه في ديسكوهات مصر كلها، وحفلاتي مليانه على اخرها، يعني رايه ما يخصنيش في حاجه، انا اللي يهمني راي جمهوري، وجمهوري بيحبني، مش كده ولا ايه؟ انا بغني عشان في مخرج بيخرج لي وفي منتج بينتج لي، مش برخصه زي ما المحترم قال لك دلوقتي. طب يا ترى يا نينا مكاسبك الادبيه وخصوصا الماديه يعني تستاهل انك تحطي نفسك في موقف محرج زي اللي اتحطيتي فيه من شويه؟ يعني ايه؟ مش فاهماك.
بتكسبي كتير يعني؟ هتصدقني لو قلت لك ان انا ما بكسبش؟ طبعا الناس فاكره ان انا ياما هنا ياما هناك، بس الحقيقه بقى ان انا ما بكسبش، وان في ناس تانية هي اللي بتكسب من ورايا. ناس تانية زي مين؟ زيك. زي انا؟ ازاي يعني؟ يعني تجيبني في البرنامج بتاعك عشان عارف ان الناس بيحبوا يتفرجوا عليا. تتريق عليا ماشي، البيه المحترم بتاعك يتصل يشتمني على الهوا ما يضرش، اهو كله مصلحه. البرنامج كده يسخن اكتر والناس تتفرج اكتر وتبيعوا اكتر واكتر، وهو كله مستفيد. وطز فيا انا بقى، يبقى كسبت كده ولا ما كسبتش؟ شريف سمعني، قفل الحلقه. كسبنا كلنا حلقه مش هتتكرر تاني، وان شاء الله نكسب الماتش النهارده. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده من شاري لايف. اشوفكم الحلقه الجايه على خير ان شاء الله. يا فنان حصل لك ايه؟ مخك راح فين؟ مش عارف تحاور بنت زي دي. خير هيجي منين الخير وانت مسخسخ لي على الهوا؟ ايه اللي بيضحكك قوي كده يعني؟ خلاص مش قادر تمسك نفسك كده ولا بكلمك؟ انت بتسمعني ولا ايه؟ مش شايفني؟ ايه شريف حصل لك ايه؟ مالك مش عارف ترد عليها؟ خلاص الخمره لحست دماغك؟ ما تفوق لشغلك يا اخي، ده برنامجي انا اديله بالطريقه اللي تعجبني. مفيش حاجه اسمها برامجي وبرامجك. ايه العك اللي انت بتقوله ده؟ دي كلها برامج القناه، واهم حاجه اسم القناه اللي مشغلاك ومشغلاني. لا 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 مشغلاك انت لكن انا لا، انا شريف ناجي، يعني القناه دي كلها شغاله على حسي انا. الله يرحم شريف ناجي. بص يا حسين، انا عارف شغلي كويس قوي. انت كل همك الاعلانات، واقف الطالع. لو جت شركة واحدة سحبت اعلاناتها مني ابقى حاسبني. لا يا حبيبي مش انا اللي هحاسبك، يا ريت اقدر. البت اللي انت هزقتها من شوية دي، ولا انا عارف وانت عارف ومصر كلها عارفة انها مرافقة سليم صالح. وشوف انت بقى سليم صالح ده واصل لحد فين. اللي هيحاسبك يا نجم صاحب القناة، اللي مشغلني ومشغلك، واللي مخليك بني ادم، واللي مركبك عربية قد كده، واللي من فلوسه بتدفع الخمرة الزفت اللي مبوصلك دماغك. سليم صالح يا حبيبي اتصل بالمدير عشان يحقق معاك. خلي بقى شهرتك دي تنفعك، بحط شهرتك دي. بص بقى يا حيوان انت، بس هو اللي في قلبك من ناحيتي ده انا عارفه من ايام الجامعه. لو في حد هيترفض من القناه دي انت عارف كويس قوي هو مين. انت ولا حاجه وانا هنا كل حاجه. تضربني؟ تضربني يا شريف؟ ماشي ابعتبها تاني يا سيف، يا صايع، يا خبرجي، يا شجنون، يا ابن السواد، يا جباص، ده انا لبيته في مكاتب الاشتراك. بس يا سيف، يا حشاش، يا سكري. عايزه اتجوز، جوزني. ليه يرفضوا؟ ليه عايشه انا بقيت حياتي من غير جواز؟ اهدي بس يا نفين. يا بنتي اهدي يا حبيبتي، اللي انت عايزاه هيحصل. هيحصل امتى؟ انا مش فاهمه يرفضوا ليه. هتتجوزي وهتاخدي تصريح قانوني. هو القانوني ده ممكن ياخد له سنين. يا عالم بقى اكون عجزت ومت واتدفنت كمان ولا ليه؟ ما انا اوريدي مدفونه بالحي. حرام يا نفين ما تقوليش كده. مش هي دي الحقيقه؟ ست سنين عايشه مع راجل ما بحبوش، مش طايقاه، معيشني في جحيم، وثلاث سنين هاجني ومعلقني، وخمس سنين مستنيه الطلاق، ولسه سنين قدامي عشان اعرف اتجوز. دلوقتي الكنيسه رفضت انها تديكي تصريح جواز، لكن في نفس الوقت سمحت انها تدي لرفيق. ايه؟ يعني ايه؟ يعني عزلني سنين وفي الاخر يتجوز هو ويعيش حياته وانا اطرح من اجباري؟ ايه؟ بيكافئوا على البهدله اللي بهدلها لي بدل ما يعاقبوه هو بيعاقبوني انا؟ ليه؟ انا ذنبي ايه؟ يعاقبوني انا ليه؟
لانك انت اللي طلبتي الطلاق يا نيفين وصممت عليه وهو كان رافض. يعني انت اللي فرقتي اللي جمعهم الرب. وهو طبعا المسكين اللي كان بيحافظ قوي على اللي جمعهم الرب. يعني انا كنت بتبلى عليه؟ ده حرام، ده ظلم. الظلم ده جه لمصلحتنا. عارفه ليه؟ هيدينا فرصه ان احنا نرفع قضيه تاني. تاني؟ قضيه تاني؟ انا زهقت. معلش دي اخر قضيه. احنا هنرفع قضيه على الكنيسه. الكنيسه؟ هرفع قضيه على الكنيسه؟ ايوه حقك، ما دام ادوله تصريح وانت لا، يبقى ترفعي قضيه طلبي بحقك زيك زيه. بالذمه ده اسمه كلام؟ عشان اتجوز ارفع قضيه على الكنيسه؟ هو ده الحل يا نيفين، يا كده يا اما في حل تاني ما كنتش اتمنى اننا نوصل له. ايه هو؟ اسلم. اسلم؟ لا 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 خالص، لا مش عايزه اغير ديني. هو ده الحل التاني لو انت عايزه تتجوزي. يعني يا اما اغير ديني يا اما عايش بالمنظر ده. طب اللي انا عايزه اتجوزه مسيحي، هقول هو كمان يسلم عشان نعرف نتجوز؟ طب سيبك مني انا من اللي عايزه اتجوزه. ربنا هضحك على ربنا؟ هغشه؟ هقوله انا بغير ديني عشان عايزه اتجوز؟ يعني عشان واحده فشلت في الجوازه يا اما تغير دينها يا اما تروح تزني؟ انا ما اقدرش اعيش مترهبنة، ما اقدرش. يا ريتني كنت اقدر. انا عايزه ارجي ربنا بس مش عارفه اعمل ايه. مش ممكن يكون ربنا عايز كده. اكيد ربنا مش خلقنا في الدنيا عشان يعذبنا. انا مش راجل دين، انا راجل قانون، وكل اللي اعرفه ان في قانون حاكمني وحاكمك. انت كنت عايزه تتطلقي وطلقتك، دلوقتي عايزه تتجوزي. حرام. عشان تتجوزي هي دي الحلول اللي عندك، تختاري ايه منها؟ هو انا طالبه كتير كتير عليا يبقى عندي حياه طبيعيه زي بقيه الناس؟ نفسي اخلف. لو ما خلفتش دلوقتي هخلف امتى؟ انا كبرت كبرت. انا عايز اخد شويه ديتيلز، يعني عايز اصور عينيها لوحدها، بقها لوحده، ايديها لوحدها، وسطها. اهلا بالنجم. ان شاء الله تكوني انبسطتي في البرنامج. ما بترديش ليه يا ندى؟ مش لازمك نجهز اول شغل؟ فالحة بس تردي على المذيع؟ كنت عايز نعمل ايه يعني؟ يعني اللي كسبوا من وراكي دول يا ندى كانوا شحاتين قبل كده، دي أول مرة يكسبوا في حياتهم. تقصدي مين بقى؟ لا يا بني أنا مش قصدي أنت خالص، صدقني. أنا بس كنت عايزة أرد عليه، أنت ما شفتش الوقت كان مطول سنة عليها إزاي يرضيك كده؟ ملوش حق. ده انت كان ناقص تعيطي وتقولي له انا حاكي مش همسح الاستوديو عشان خاطر عيني. يلا قومي البسي بقى. البس؟ البس ايه؟ ولا لابسه؟ لا يا حبيبتي البسي عشان خاطر هنكمل الغنوة. والنعمة الشريفة انا تعبانة والواد ده خنقني وخلى مودي زي الزفت، مش قادرة اخليها بكره. تعبانة ايه؟ وانا بقول لك قومي البسي عشان تقومي. الغنوة هتتزع النهاردة والماتش النهاردة، يلا حبيبتي. يعني مغسل قوي ضامن جنة؟ ضامن ان احنا لسه بالماتش قوي. والله ما كسبناش المناسبات جاية كتير. عيد الثورة، عيد الجلاء، عيد النصر، عيد الحب. تعالى عادل اقعد. خير يا مستر ممدوح؟ من امتى وانت بتسرقني يا عادل؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا ريس؟ من امتى وانت بتسرقني وبتخنصر من حاجة المحل؟ انا يا ريس؟ انا عمري ما سرقت ولا خنصرت من حاجة المحل.
مين قال لك كده؟ حدش قال لي. أنا اللي لقيت الكيس دوت في دولابك. وأنا مالي يا ريس؟ ممكن يكون أي حد من العيال ده فسهولي. محدش معانا فاتح الدواليب غير يا عادل. كل ده علشان تفتح محل. محل؟ محل إيه؟ هيكون محل إيه؟ جزارة؟ كوافير طبعًا. كوافير مرة واحدة؟ يا ريت يا ريس. ولا ما تستهبلش عليا بروح أمك. هتفتح محل ولا لأ؟ حضرتك جبت الكلام ده منين بس؟ مالكش دعوة جبت الكلام ده منين؟ إزاي بس يعني مش هفهم؟ بلاش يا سيدي. كنت بتوشوش مدام ألفت بتقول لها إيه؟ أنت عارف يا مستر ممدوح مدام ألفت ونام النسوان كانت بترغي وأنا كنت بسايرها. أنت متأكد؟ أيوه متأكد. أنا ما صدقتش لما جم قالوا لي إنك بتسرق من حاجة المحل. ولما عاطف قال لي إن عاطف؟ ما تقول كده من الصبح يا ريس. أنت عارف إن هو متعفرت مني عشان دراعك اليمين وبيعمل الفيلم ده والحوار ده عشان يزحلقني. وهو برضه اللي بيوزع الكروت ديت على الزباين في المحل. الكارت ده مش بتاعي يا ريس. بص اهو ما عليهوش اسمي. بس بقى لو وضعته في جابه منين؟ كان ممكن تخيل عليا واصدقك. لولا ان مدام ألفت بنفسها هي اللي ادتني الكارت وقالت لي انك انت اللي اديته لها. ولا مدام ألفت هي اخرى عايزه تزحلقك من المحل؟ يهبل دول زبايني من سنين. مفكر لما تقول لهم تعالوا يقوموا يجروا ويجوا لك عشان ايه؟ عشان سحر مكوتك. اوعى تكون مفكر انك قسطه بجد. انت قسطه علشان بتشتغل عندي. والستات اللي بره دي بتثق فيك علشان انا بثق فيك. ولو رحت فتحت محل مفيش حد فيهم هيجي لك ولا يعبرك. كان غيرك اشطر. ليه يعني؟ انت مش كنت صبي زيي وبعدين بقيت قسطه وبعدين بقالك محل؟ انا كمان عايز يبقى لي محل. ما تفتح محل ولا مول حتى. انا مالي؟ انما زباينك تعملهم بشطارتك مش تسرق زباين. انا ما سرقت الزباين حد. انا بطلب بالاسم. اسم ايه يا ابو اسم؟ كنت مفكرك اذكى من كده. لما تيجي تفتح محل قولي على الاقل عشان العشره. لكن لا طلعت ذكي ولا دياولو. طلعت غبي زي امك. ما بتبصوش غير تحت رجليك وبس. ايش دخل امي بقى في الموضوع بقى؟ لاني زمان لما طردتها سبتك صعبت عليا وقلت اربيك اكسب فيك ثواب. لكن للاسف طلعت وسخ ونيجز زيها. ما تجيبش سيره امي يا ممدوح. انت بتمسك فيا يا
البنات واعرف مين البت دي. ما تساليني انا جت يا انجي. يا ابن المسطولة معلش كمل يا عم راجل. كمل ايه؟ ما هو لا في الحشيش خلاص. هيكون مين غيره عمل كده؟ برضه بتقول هيكون مين؟ بس انا واثق ان الواد ده هيكون من التجار الكبار. ربنا يخليه. ربنا يخليه. الهي يكحمه وما اشوفش وشه مره ثانيه. يلا طيرت النفسين من دماغي. قوم 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 هات القرشين من هناك. لا في اليومية كلها بتاع امبارح ابن الكلب. يعني ايه بقى؟ يعني فلوسك هتاخدها بكرة بالكتير. ده عنده مبقص على طالما ينفع يا عم راكب. دي فلوس ناس، فلوس ناس يا عالم. هو انا شغال لحسابي؟ ايه تعزمها يابا. ايه حيلك حيلك، بطل الحركات الوسخة بتاعتك دي. انا من امتى كلت عليك فلوس؟ فلوسك هتاخدها بكرة بالكتير. بكرة ليه؟ النهارده، النهارده اليوم مفترق، هنكسب الماتش والزباين هتونون والنسانيس هتلعب في ايدينا بالعشرة والعشرين والمية، بس انت قول يا رب. Thank you.
تكلمش اتنين. يا عم والله عادي وربنا يكلمك. بلا المزه اللي على الزيرو ايه؟ ما تقولش عسكري ماشي. ما هي سابت الليونه للقنبله. مش لاقط ايه الاعداد زيها ولا ايه؟ نغلب واحد، واحد بس. بيكا. مش بطلي بقى تشتري من الوكاله. بقول لك ايه اللي جابك؟ جاي اجيب لكم الشهريه. في ايه يا حبيبتي؟ بس اختك كتر خيرها جاب لنا الشهريه. كتر خيرها؟ كتر خيرها على ايه؟ على المعونه اللي بتيجي في المحل كل اول الشهر. متشكرين قوي يا ست ناديه، كتر خيرك. بس فلوسك دي ما بقاش ليها اي لازمه بعد ما ريحتنا فعت في الحيط. اهدي بس يا ريهام، ما انا قلت لها تاخدنا معاها والبنايه ما اتاخرتش. لا اتاخرت قوي. ده اللي يسوى واللي ما يسواش بينبط علينا في الرايحه والجايه. يا بنتي افهمي، المخرج بتاعي لسه ما قبضنيش. انا دلوقتي عايشه مع واحده صاحبتي في شقه قد الحق. اول ما يقبضني هاخدكم ونمشي من الحته الوسخه دي خالص. المشكله مش في وسخه الحته يا اختي، المشكله في وسختك انت. اي حته هنروح هنبقى ملطشه للي يسوى واللي ما يسواش بسبب عمايلك الوسخه دي. مالها عمايلي؟ عمايلي هي اللي فاتحه البيت ده وبعملها عشان امشيكم من الحته الزباله اللي انتوا قاعدين فيها دي. انت اللي زباله، ما تحترمي نفسك يا بنت. انت فاكره نفسك انت اللي داره واحنا اللي اوسخ؟ على الاقل يا اختي مش بطلع في التلفزيون عريانه وهيج الرجاله. يا خرابي يا لهوي، ما ادري البيت سوالة بضاعة عليا منين. اوعي اوعي يخرب بيت سنينك، هلم ده ازاي؟ يا حزتي يا حزتي يا حزتي يا حزتي. هتعمل ايه يا ولد؟ هتكسر الدرج اليتيم الحلال اللي قافل في الباب. يا ولد 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 اللي بكسبه بالظبط. وانا بقى يا حبيبتي ما تقعدي تبكتيني كل شهر والتاني شاركي انتي في مصروف البيت. ما انتي بتكسبي زي زيك بالظبط. لا ما تقوليش زي زيك. لا زي زيك بس انا احسن منك كمان، لاني نفعكم مش قايله عنكم. عمرك دفعتي مليك في البيت ده؟ طول الوقت ما بتستفيش غير على نفسك وبس. كل يوم والتاني راجع سارق الهدوم والشباب بتاعتك دي، هو اللي يحل لك يتحرم عليا. ما انت بتلبسي، انت بس تلفي شويه الحلاقين اللي انا بشتغلتهم دول. اه قولي كده بقى، شويه الهدوم اللي انت هايه ونابته بسببهم دول، دول مش بتوعي يا حبيبتي. هاتوا لزوم الشغل، ويوم ما هسيبي الشغل هرجع لكم بشويه الهلاقين اللي كنت بشتغلتهم زيك كده بالظبط. طب ما دام يا اختي هترجعي لنا بهلاقين، والهدوم دي مش بتاعتك، والعربيه الكبيره قوي دي مش بتاعتك، ما تيجي هنا وتعيش عيشه اهلك. ده انت غيرانه بقى. انا غير منك؟ انا كنت عايزه ابقى زيك. كنت بقى ايه؟ انت فاكره يعني ما اعرفش اعمل الحبتين بتوعك دول؟ لا تعرفي، وتعرفي كمان تعمليهم كويس قوي، بس اللي تعبك بقى انك مش قادره تعمليهم. اوعي يا بنت تكوني فاكره ان انا مصدقه الاشارب اللي انت حطاه على راسك ده. انا فاهماكي من جوه كويس قوي، وعارفه ان انت طول عمرك بتغيري مني. انا ما غيرش من واحده واطيه زيك. ما تكونيش فاكره المسخره اللي انت بتعمليها دي اسمها غنى، وكمان واحد بيصرف عليكي. ممكن تقولي لي بقى بيصرف عليكي عشان ايه؟ بيصرف عليا عشان الحاجه الوحيده اللي انا بعرف اعملها. انت ما بتخافيش من ربنا؟ ما بتفكريش فيه؟ ما بيجيش على بالك؟ ما بيروحش من على بالي. بس كنت عايزه انا اساعدك واساعد نفسي ازاي؟ انت فاكراني مبسوطه باللي بعمله ده؟ اللي بتقولي انه بيصرف عليا ده بياخد حقه من 2000 جنيه بتوعه تلت ومتلت. بس هو واحد احسن ما اروح مع كل من هب ودب. انا عملت اللي كنت فاكره انه احسن ليا وليكم. جاهز انه ده طلع لا احسن ولا زفت، بس اديني حاولت. حاولي انت بقى كمان، ولو لقيتي طريقه احسن بقولي لي عليها. بس لغايه ما تلاقي الطريقه دي، وطول ما انا بساعدكم وبصرف عليكم انا مش عايزه حد يحاسبني. وكفايه عليا قوي حساب ربنا. ريهام مش عايزه تاكلي؟ انا خلصت الغدا، احط لك تاكلي معايا؟ مين قالك انا عايز ساعه؟ انت مش قلت ان ساعتك قصتك هتقطع؟ هو انا ما اعرفش افتح بوقي في البيت ده يعني فين؟ ساعتي وستيك هتقطع، هجيب لها وستيك، هشتري ساعة جديدة. بعدين مين قالك إن ذوقك بيعجبني؟ ما أنا على طول بشتري لك حاجتك كلها على ذوقي وبيعجبك. مش حقيقي. مش معناه أنا مش بحب أكسفك إن ذوقك بيعجبني. أنا من حقيقي أجيب حاجات عجباني أنا على ذوقي. خلاص يا شيري، اشتري اللي يعجبك وعلى ذوقك. أنت مديني فرصة؟ مديني فرصة يا نيفين؟ هجيب كام ساعة؟ 100؟ أنا اتخنقت نيفين، اتخنقت.
نبي انزلي روحي اي حته، معلش مش قادر اتكلم مع اي حد دلوقتي. روحي جيم. ما ينفعش خالص اروح الجيم لفتره طويله يعني. ليه؟ فين الفلوس؟ انتي معيش فلوس، لو معايا فلوس هستخسرها فيك ليه؟ يا نينا بتفكر في ايه؟ الشنطه بتاعتك فين؟ هخبي عليك ليه؟ يا واد يا واد، كنت عند زبونه واخر 250 جنيه اديتهم لي قلبتني فيهم. يا واد يا وخر، انت تقلبي بلد، فين الفلوس؟ يا ابني الشنطه ما فيهاش فلوس. خدي الشنطه دور فيها براحتك، مش هتلاقي حاجه، اوعى تطلعها. شفت قلت لك ما فيهاش فلوس؟ يبقى في صدري، يبقى في صدري. يا ابو الزبونه بربيك بربيك واكبرك عشان تمد ايدك على صدري. صدري ما فيهوش فلوس. لو معايا فلوس هستخدمها فيك ليه؟ معايش معايش، بقول لك هستخسره فيك ليه؟ ده انا شايل تعبك وضايق عليك، ده انا عمري رايح عليك. يا ابني انا جاي استريح شويه واكل لهم، عندي هبوط، عندي شغل بعد الظهر. هتدفع معايا ولا مش هتدفع؟ هدفع. طب لما ياخدك يجعله اخر زادك. يعني انت دلوقتي يا نيفين هتقولي ايه للناس؟ انا خلفت من شريف وبعد كده هبقى اتجوزه؟ انا مالي ومال الناس؟ الناس هيفرق معاها اذا كنت اتجوز ولا خلف؟ وبعدين هم مين اصلا الناس دول؟ هو في حد يعرف حاجه عننا؟ وبعدين يا شريف مش يمكن المحكمه لما تعرف اني حامل يدوني تصريح الجواز على طول؟ انت عايزه تروحي المحكمه وتقول لهم ان انت حامل مني؟ انت اكيد اتجننتي رسمي يعني فين؟ اكيد اتجننتي رسمي. ما هي مين قالك ان انا عايز اتجوز دلوقتي؟ مش عايز تتجوزني يا شريف؟ لا مش عايز اتجوز خالص. اتجوزك عشان تصرفي عليا يا نيفين. وايه الجديد في كده؟ ما انا بقالي سنتين بصرف. فهمتي ليه مش عايز اتجوز؟ عشان ما تجيش اليوم اللي بتقولي لي الكلمه دي. انا مش قصدي يا شريف، انا قصدي يعني فين المشكله؟ ما احنا عايشين مع بعض كده كويسين، عمرنا ما اتكلمنا في موضوع الفلوس ده لان مفيش فرق بيننا. لا في فرق بيننا. الفرق ان انا عايز افتح بيت اللي اتجوزها، مش هي تفتح لي بيت بفلوس اهلها. لا قول بقى انك كنت مستحلي عيشتك معايا لان ما فيهاش اي مسؤوليات، ودلوقتي لما دخلنا في الجد عايز تخلع؟ لا يا شريف، الوضع اتغير، انا دلوقتي حامل ولازم نتجوز. مفيش حاجه اسمها لازم، مفيش حاجه اسمها لازم. ما تصحيش الصبح مقرره تخلفي وتقولي لازم. ايه اللي خلاك تحملي؟ ها ايه اللي خلاني احمل؟ هو انا حملت لوحدي؟ لا لا ما حملتيش لوحدي، بس لازم تاخدي رايي في موضوع الخلفه ده. انا كمان لازم اقول اخلف ولا لا. ماشي يا شريف، وديني باخد رايك دلوقتي، عايز تخلف ولا لا؟ لا يا نيفين مش عايز اخلف دلوقتي، مش عايز اتجوز دلوقتي كمان. طبعا طبعا هيلزموك في ايه؟ الخلفه والجواز. ما انت تفضل تجري ورايا طول ما انت ضامن اني مش قادره اتجوز، واول ما يبقى تصريح الجواز مضمون عايز تجري وتسيبني يا شريف. انا هسيبك يا نيفين. هتسيبني يا شريف؟ هتسيبني عشان حامل يا شريف؟ لا يا نيفين، عشان ما بقناش ننفع لبعض، كل واحد فينا عايز حاجه غير التاني. ليه يا شريف؟ عايزه مش لاقيه معايا. طب انا عارفه انا عايزه ايه، انا عايزه ابقى ام، ولا عايزه ابقى اب يا نيفين، بس مش بالطريقه دي. البيبي ده لازم ينزل. شريف الطفل ده بالنسبه لك مش هيفرق حاجه، لكن بالنسبه لي كل حاجه. انت ليه مستكتره عليا؟ ده انا ما صدقتش نفسي لما عرفت اني حامل، كنت هطير بالفرحه، وانت ببساطه كده ببساطه تقولي روحي نزلي البيبي؟ لا يا شريف لا، مش هنزله، البيبي ده هيفضل بيك ومن غيرك هيفضل، مش مش عاجبك يا شريف امشي امشي وخلاص امشي. انا ماشي يا نيفين. امشي 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 وخد القرف بتاعك معايا، خد كل القرف ده معايا، خد كل القرف ده معايا. مش عايز اشوفك يا شريف، مش عايز اشوفك. طب والشغل اللي انت لسه طالع عليه ده ايه؟ وزباينك اللي انت بتقلبيهم دول ايه؟ ولا هم ال 250 جنيه بتوع المره؟ تكونش ناسي يا واد انك طافح اكل شارب نايم في البيت ببلاش، ولا تكون يا واد بتصرف
على البيت وانا مش واخده بالي. انت هتذليني؟ لا ذلك ولا تذلني. اتشمل كده وشغل جيوبك وهز نفسك كراجل واصرف على البيت بدل ما تيجي تسرقني. انا مش بسرقك، دي فلوسي، الفلوس اللي ابويا سابها لي. جاتك بقى والفلوس اللي ابوك سابها خلصت بح من زمان على مدرستك يا فالح. مدرستك انت هتشتغليني؟ ده انت مسرحاني من خمسه ابتدائي. عامل لك ايه مخك قافل؟ تقولش كنت بترضع الغبا يا اخي. وانا يعني رضع من بره؟ ما هو كله منك. كان زمان دلوقتي معايا شهاده بشتغل شغلانه محترمه. شهاده ايه يا عبيط انت؟ ده انت سمعتك ذهب صوابع عندي تلف في حرير. ده اللي بيجيبه بتاع الشهادات في شهر بتجيبه انت في يوم. جاتك خيبه. قول لي اسره الغغه دي كلها ليه؟ ايه الخبر ده؟ بقول لك عايز فلوس. ما دينا فهماها ليه؟ عشان المحل. محتاجين نشتغل عشان نشطه. طب ما بسيطة، ما تاخد من ممدوح فلوس من تحت الحساب. هاتي عيش. خد. ممدوح طردنا. يا وكسة. يا وكسة سودة. طردك ليه يا فالح؟ طردك ليه يا روح أمك؟ طبعاً لقيت بتقفش حاجة من المحل صح؟ لا. قفش نجاستك وعيرني بيها. نجاستي يا عادل؟ بتقولي نجاستك؟ بتقولي نجاستك؟ مجنونة ولا إيه؟ نجاستك؟ يا لهوي 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 يا لهوي. تعالوا اتفرجوا يا ناس عليا كلمة الأمل يا ناس بالأمل. بربي وكبر عشان يومي يا ناس بطلي فضايح. مت قبل ما أشوفك. بطلي فضايح يا لهوي. أنا ما خلفتش راجل، أنا خلفتك. أنا راجل غصب عني. يا لهوي غشي. أنا راجل غصب عني يا خيبتك يا عودة اللي مالكيش راجل. بربك وكبرك عشان تقولي نجاستك. عارف النجاسة ايه يا عادل؟ النجاسة انك تيجي من بره تلاقي راجل في البيت. انا كنت قطعتك. بس انا اللي غلطانة، انا اللي غلطانة يا عادل. اول راجل هيجي يخبط على باب البيت ده هتجوزه وافتح له الباب عشان البيت ده يبقى فيه راجل. هي الحرام من ديني. لو راجل غيري دخل البيت لكون مطلع راجل. كنتش فاكر نفسك راجل يا ولا ولا ايه؟ الراجل هو اللي يصرف على البيت من حر ماله. الراجل هو لما راجل تاني يقف يقول له امك نكسة ما يسكتلوش. لا نكسة انا ملبسه بنية يا ولا. ده انا راجل البيت يا ولا مش انت. ده انا بصرف عليك لحد دلوقتي وانت طول بعرض كده وشهر. انا راجل البيت مش انت. فاكر ان انا مش عارف المك ولا ايه؟ لما قبر روح لم الواطية اللي انت ماشي معاها اللي بتتمرمغ في حضن راجل تاني عشان بيصرف عليها. مش عادلك في البيت ياما. يلا قول في 60 داهية يا واطي. وياك تعتب خاتم. اياك تعتب البيت ده تاني مرة. هكسرك رجلك لو عتبت بره البيت. يا ايدك موت قبل ما اشوفك يا عمك. انا مش هسيبك. هرجع لك ياما راجع. ولو رجعت هكسر رجلك يا واسخ. هغير كون الشقه. هكسرهولي. وانا هكسر لك رجلك لو عتبت الشقه دي تاني. قلبي وربي غضبانين عليك، عمرك ما هتشوف خير يا عادل. يا ولا. غرفه 60 داهيه. الو اهلا مدام رشا. الحمد لله انا كويسه. لا بس صوتي مبحوش عشان عندي شويه برد. اه يا حبيبتي. لا احنا على ميعادنا. ده انا جايلك على طول. هو مسافه السك. حضرت لك كل حاجه. ده المره دي عامله لك الحلاوه بعسل النحل مش بالسكر. اه حبيبتي انت اخت. انا بعملك اخت مش زبونه. طبعا يا حبيبتي. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. شيل عني يا رب. انت اللي مالتني. شيل عني يا رب. يا رب شيل عني بقى يا رب. انا تعبت تعبت. Thank you.
النصر النهارده بيلعب بالقميص الاحمر والجوارب البيضاء والشربات السمراء النهارده. وفي الاخير تصل الكره هنا على طول الى ضربه المرمى. ادي عمرو زكي، امل كبير جدا عشان مش طيبه حضرتك. وادي على طول المنتخب الكاميروني الحمد لله على السلامه ساعه الباشا. الاولى وصلوا لذلك الكلام كويس وبلاش الانجليزي بتاعك. برضه قلت احلاقيك هنا يا برنس. قوم يا معلم الماتش ابتدى هتضيعه علينا. ماتش ايه بتاعي يا فتحي؟ خلينا في الخرا اللي احنا فيه. روح انت. بقول لك ايه؟ ما احبكش تشيل لنا عبد القادر دلوقتي، قوم وربنا هيفكها. ونعمة بالله بس ازاي؟ انا عامل حسبه قدامك اهي. المحل ده عشان يشتغل لازم له على الاقل 15,000 جنيه، احنا معانا 2. احنا نروح نشوف الماتش وبعدين نقعد نشيل طاجن ستك سوا. اخوك يحيى عازمنا عنده في البار، نسوان، بيره، كل حاجه موجوده، في وسط ده كله هقول لك خبر تمام. ايه هو؟ لا هقوله لك هناك قدام الماتش. قوم بقى يا اخي ما تبقاش بايخ. لا روح انت يا فتحي، روح انت يا عم. يلا بقى احنا كل يوم بنتعزم. اتجننتي ولا ايه؟ أناني وسلبي مش بيفكر غير في نفسه، خايف قوي من الفضيحة. حرام عليك يا نيفين، شريف بيحبك. بيحبني؟ بيحبني ومش عايز يخلف مني. بصراحة عنده حق. انت كمان بتقولي كده يا مولي؟ أي حد عاقل هيقول نفس الكلام. ده الراجل كان هيتجنن وهو بيكلمني في التليفون، ليه حق يهج؟ وبعدين انت اتجننتي يا نيفين، ازاي عايزاه يوافق انك تخلفه من غير جواز؟ هو كمان مش عايز يتجوزني. لا بقى تبقي الظلمة يا نيفين، الراجل ما اعترضش غير لما حطيتيه قدام الامر الواجب وموضوع الخلقة ده. وبعدين ده انت ما فكرتيش حتى تاخدي رايه. وبعدين ده كله كلام خناقات، هي دي اول مره تتخانقوا؟ لا يا مولي، ده مش كلام خناقات ولا حاجه، واضح ان هي دي الحقيقه اللي انا مش عايزه اشوفها. شريف عمره ما حبني. شريف كان بيحب معايا الحياة السهلة والعيشة المريحة اللي ما فيهاش أي مسؤوليات، لكن لو كان حبيبي بجد كان هيعوز يخلف مني. ألو، عايزة إيه يا ناس؟ لا ما انتحرتش، عايزة إيه؟ بقى زمان الماتش ابتدى خلاص. لا يا شيخ. طب خلاص خلاص خلاص، دايس دايس دايس، جاي جاي. قوم حد يعرف حد ماله؟ ايوه جيت استاذ في برد اسمه منصير. فين؟ برد اسمه. يلا يا جماعه دي مستشفى الفرع. ايوه عارف اهو مستشفى قريبه هنا. مستشفى اللي في اليمين. في اليمين. يلا 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 افتح الباب بسرعه. بروح بروح على مهلكم. فين المستشفى؟ فين المستشفى؟ على اليمين هنا قدام. على اليمين فين الشارع ده؟ قدام هنا في الشارع على اليمين كده على مهلكم. حاسب ايدك حاسب ايدك حاسب ايدك قدام هنا على اليمين كده. طب اوعى 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 Thank you.
شايف المكنه اللي هناك دي؟ انا اللهم صل على النبي. حلوه بس لو مكنه داخليه احلى، على الاقل مستوره. داخليه ايه وخارجيه ايه؟ يا بقول لك بص على المكنه الفجوه اللي واقفه هناك دي. يعني مش عارف شو شكلها. شقط شقط يا غشيم. الشقط مش هنا في المهندسين، هنا بمواعيد. يا مفهوش يا عربيات يا حبيب. طب ما هي واقفه اهي، لو طلعت شقه ولا ركبت عربيه يبقى حبيبه تلاقيها مستنيه الواد بتاعها. وده مين الواد اللي لا مؤاخذه مش واد اللي يسيب مكنه فجوره زي دي واقفه لوحدها؟ لازم عايز يخلص منها. تلاقيه نسيها وبيتفرج على الماتش. صحيح، مين ده اللي هيسيب الماتش ويجي يشوف نفسه دلوقتي؟ ولا تاخرنا ولا حاجه. كام كام؟ 0-0 لسه ان شاء الله. الواحد جاي كلها دقايق والجون يجي. يا رب. تعالوا تعالوا انا هحجز لكم المكانين دول. مره اخرى ثانيه يا ركسان الصوت. اقعدوا اقعد يا فندم. ازيك يا عدول؟ ايه ماله ده؟ ابدا اصل الخاني مع مجروح النهارده. يا عم بارك خليكوا تفضوا بقى للمحل بتاعكوا ده. الواد ده مشطب على فلوسي انا وكل اخواته بسبب المحل ده، بس على الله اشوف منه حاجه بقى. تمام. اثنين بيرة هنا ومزاكا. ها؟ الطلبات دي على حسابي. عيشوا بقى مع نفسكم. ها؟ علشان انا عندي شغل كتير النهارده. متشكرين يا ابو الواجب. ونعم الاخ والله. يا ابني فكها بقى، الخناقه تفوت ولا حد يموت. ايه المفاجاه اللي كنت بتقول عليها؟ امك اللي مش عاجباك دي كلمتني وقالت لي ان لو فلوسك مش كامله هتسد ايه؟ اقسم بالله والله العظيم. يعدي كويس احمد حسن. احمد حسن لاعب نادي اندرلخت البلجيكي حكم اللقاء على طول. انت واقفه مستنيه حد؟ انا. اي ليه في حاجه؟ لا ابدا، اصل وقفتك لوحدك كده مش ولا بد يعني. زي ما انت شايفه الشعب فاضي والدنيا ليل. خطر يعني واحنا في خدمه الشعب. طب خلاص يا عم انا ماشي. لا 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 ولا اقول لك كده عشان تفرشك ولا ايه؟ انا قصدي يعني لو تحبي تيجي تستنيه معانا في العربيه اهو امن وادفى. نعم يا اخويا. تعالي تعالي بدل وقفتك لوحدك ونسينا في الاتاري. اتاري دي كمان عربيه النجده. يا ريت انت تروح على عربيه النجده بتاعتك دي ومفيش داعي لخدمه الشعب دي خالص. ليه بس؟ الله انت عصبيه كده ليه؟ اخدمي انا اخدمك. في ايه يا عم؟ ما تبعد عني. على فكره لو ما بعدتش عني هشتكيك لاقرب ظابط. لا شديده خوفتيني ومظبطه الظبابيط كمان. على فكره مفيش حد بيعرف يخدم الشعب ده كله الا الامناء. يا انسه سندوتشات. انت ماشي ولا ايه؟ ايوه اصل لقيتك اتاخرت فقلت اكيد مش هتيجي. اهو الزبون شرف. Thank you.
بسرعه شويه معاه واد مخبوط في حادثه هنا وبيفرق. انت اللي خبطته؟ ايوه لازم ما احضر. يا سيدي ما احضر بعدين، خلينا نلحق الولد دلوقتي. الله، ما انت عايز تسجني وخلاص. وانا مال الحكومه لا تسجيلك. بقول لك افتح بقى. الله افتح. حلوة؟ انت ما عندكوش مرايات في البيت ولا ايه؟ ده انت ست الحسن. اوحت ربنا، ده احنا في المحل مسميينك ست الحسن. الشيخة ده انت دوختيني والله. عارفه. عارفه بس ولا عارفه عجباك الدوخه اللي انا فيها؟ يعني قلت اشوف نفسك طويل ولا ايه؟ طويل ايه؟ ده انت قطعت نفسي. يا عم ولا قطعت ولا حاجه، ما انت زي القرد اهو. يا شيخة حرام عليك. وبعدين انت اسمك ايه؟ ريهام. علمك بقى انا سايب حاجه مهمه جدا عشان خاطر عيونك اللي جننوني دول. اوعى تكون مزوق من الشغل. شغل ايه؟ حاجه اهم 100 مره. امال ايه يعني؟ الماتش. اه صحيح، انا برضو استغربت، انا قلت ازاي الواد مديكي ميعاد وقت الماتش وانت مالكش في الكوره ولا ايه؟ ماليش ازاي، ده انا ماليش غير في الكوره. امال ايه يعني؟ ازاي يعني؟ مين اهم، ست الحسن ولا الكوره؟ وبعدين بقى انا قلت يا واد اول ميعاد وكده، فنقي وقت مش زحمه عشان خاطر التوتر بقى والكسوف والحاجات دي يعني. فاكرة أول مرة شفتك فيها؟ فاكرة. يوميا كنت شغال الصبح بالصدفة. أنا أساساً بنزل محل بالليل عشان أنا عندي شغل تاني الصبح. فالواد زين قال لي إنك بتيجي كل يوم الصبح وكده. فاضطريت بقى إني أبدل شغل الصبح بشغل بالليل. هي جت علينا بخسارة بس مش مشكلة. شفتي بقى اللخبطة اللي أنت عملتها لي؟ شفت. وأنتي بتشتغلي؟ آه بدي حقن. هو أنا بصراحة يعني بكره الحقن بصراحة، بس يعني لو الحقنة دي من إيدك آخد حقنة كل يوم. والله العظيم دي هتبقى احلى حقنه في الدنيا. معاك بطاقه؟ ايوه معايا بطاقه. معاك كارنيه تامين؟ لا معيش تامين. في حد من اهله موجود؟ اصحابه موجودين بقى يعرفوا اهله فين، ممكن يجيبهم مش مشكله يعني. لا ما انا مش هقدر اعمل حاجه غير لما ابعت لك موظف يخلص لي الاجراءات دي. يعني ايه يعني هتجيبه يموت؟ وانا مالا انا اعمل لك ايه؟ الله يعني ايه تعمل ايه؟ اتصرف. بقول لك ايه، انت قدامك ساعه تخلص لي الحاجات دي ويكون الماتش خلص. الماتش خلص؟ يلا حضروا الولد، انا هعمل كمان ساعه كشف على المخ وأشعة وسونار. مش مش على ايده دي، ممكن تكون مكسورة. Thank you.
جماعه. شفتوش وشوشهم وهي يا مصر طلع اعترف يا ابني قولي ده في الحمام هي البيره عملت عمايله ولا ايه؟ جبنا جن لسه بس بره انا بقول لك انا عايزه شقه لامي واختي يعيشوا معايا وبعدين ده مش كتير عليا لما نبقى لوحدنا نبقى نتكلم في اللي احنا عايزينه لا انا عايزه اتكلم دلوقتي بقول لك عايزه شقه لامي واختي عايزاهم يعيشوا معايا انها ما بتكسبش من ورايا قليل انت سكرتي بتخرفي ولا ايه لا انا ما بخرفش انا عايزه شقه يعني عايزه شقه وهتجيب لي شقه على فكره انا المشاعر الانسانيه النبيله دي بتاثر فيا قوي بتقشعر جسمي عايزه ماما واختي يعيشوا معايا في شقه ده ايه النعومه دي مش اللي عايز حاجه يشتريها بفلوسه انتي فلوس الغنى اللي اتفقنا عليها خدتيها خلاص واذا كنت انا بكسب كتير فده بعرق جبيني عشان عندي مخ لو كنت عايزه بقى قرشين زياده على الحاجات اللي بنعملها سوا غير الغنى فده في وجهه نظر يجيب لك اوضه مش شقه فاهمه طب لعلمك بقى عشان الضحكه دي احنا هناخد الكاس يا سلام والله التركه لو شاف الضحكه دي هياكل ابن جيلك نفسك في وسط النوم يا حمك قومي يالا قوم يا بيت بطريقكم يلا طلعت كبت شهالي يلا ادخل يلا تتسبلوا هات يا وين يا بيت وين يا ده بيت تضربي حقن تضربي صوصه يا بيت ممرضه ممرضه بتدي حقن ادويه مش صوصه خليك في حالك انت لا شدك تعاطي بس يا عم حرام عليك ماما ايه ده على مين يا بيت اوعى تكوني فاكره يا بيت ان حكايه الحجاب ده بس ايه ولا خليك في حالك يا اللي حصل لك ما انا عامله عليها خضه شريفه ليه يا بيت مش عايزه توجبي معانا يا عم انت فاكر نفسك ايه انت حيلا يا امين مش عايزك الامين وحيط امك طب تعالى معايا الاسم وانا اوريك مين الامين خلاص قدام يا بيت يلا يلا يا بيت طب الراحه طيب يلا يلا يا رب حاسب يا عم ايدك يا عم انا جاي معاك يلا يا عم لازم ايدك يا عم يلا يلا اطلع لسه والدنيا كلها ونازل تقفش خلاص يعني حبكت وانت يا استاهل اعملي حساب للحجاب اللي انت لابساه حضرتك احنا ما عملناش حاجه الامين ده هو اللي بيتبلى علينا انا بتبلى عليك يا ابن الكلب ولا اركن انت هو هناك يلا طلع هناك يلا خلصنكم لسه عماد متعب لسه فيها خطوره عماد متعب وسمر الشباب والشيخوخه انطلاقه ثانيه
مش انت المذيع اللي خبطت الواد اللي جوه؟ ايوه اديني بتاعتك بسرعه. تعالى ورايا. بتجري بسرعه بالعربيه ليه؟ الو النجده، من فضلك عاوز ابلغ عن حادثه عربيه. اسم الجاني شريف ناجي عزيز اندر ايه؟ اندراوس. معلش يا نديم، مش هقدر اقعد معاك، اصل مصطفى والولاد مستنيين. هكلمك بعد الماتش. ماشي يا حبيبتي، ميرسي يا مولي، تعبتك معايا. خلي بالك من نفسك. حادثة عربية والمصاب واللي صدمه في المستشفى. اطلع المستشفى اعمل محضر وهات لي اللي صدمه. يلا يلا انت هتقفل. يلا ولكن سونج الأملاك طلع، سونج الأملاك طلع على الخلفية. يلا يا مصر، يلا بولادك، يلا يا مصر، يلا بأجيالك، يلا يا مصر، يلا بحسن شحاتة. ممكن يلا يا مصر مر يعني بزكية أو بالله عم عمل كده. ما زلت عند الأمل، ما زال الأمل يروج في أفريكا. عاوزين فرصة، عاوزين ضحكة، عاوزين كلمة من نقطة الجزيرة. صدمة في الاكسدام الامامي دي برضه بتعمل يا بيه. انا ماليش في الكلام ده، انا ليه في اللي شايفه قدامي. الكلام ده تقوله للباشا الضابط في الاسم. اتفضل بقى معايا على الاسم. وعلى فكره انا كان المفروض اخدك على الاسم ماشي، ونسيب العربيه مكان الحادث عشان معاينه النيابه. ليه بقى ان شاء الله؟ انا قلت بقى ما دام العربيه كده ولا كده ماشي في مكان الحادث، يبقى اوفر عليك المشوار. كتر خيرك يا بيه. انا شايف ان احسن حاجه انك تراضي اهل الواد عشان يتنازلوا، ويا دار ما دخلت شر. ازاي يا بيه؟ الواد بان عليه غلبان واهله هيرضوا بالقليل، بس اهم حاجه انك تراضيهم قبل ما النيابه تدخل في الموضوع عشان البهدله. وفي المرضوش ما يرضوش. ما يرضوش ازاي يا بيه؟ دي الفلوس تلين الحجر. بس اهم حاجه يا بيه انك تراضيهم قبل الواد ما يموت. وطبعا ما تنسانيش بقى في الحلاوه. طبعا ما تولع علينا يا بيه الراديو، يمكن يكون ربنا رزقنا بجون. الاستاذ اللي خبط الواد اللي في المستشفى. والنبي حاسم دوم التلفزيون معلش. مش انت شريف ناجي؟ معلش. والواد عايش ولا ودى؟ عايش يا باشا بس مسوره. اما اللي عرفته ليه امره ازاي؟ اصحابه قالوا للاستاذ لحظه وقوع الحادث. حصل؟ لا حصل. طيب روح هات راجل. مفيش في الاسم ده غيري. بتبرطم بتقول يا زفت. بدع للمنتخب يا باشا. طب يلا يلا من هنا. وانت حضرتك ممكن تتفضل شويه هناك. ايه يا كمين احنا النهارده؟ مش ممكن كمين ده. كمين عامل 54 دقيقه على 100 كمين النهارده. شوف الكوره كانت رايحه في الثمانيه. مهم جدا تسدد. التسديده من حسني عبد الرب. على ايدي ومش قايمه. طيب قول. مش قايمه ومش مروحه بيتك. مش همشي من هنا غير لما يكون عندي حق. وطي صوتك يا عادي وقول. وطي صوتك. قومي هنا. من بيت ناديه. شفت يا عم حقك جالك لغايه عندك اهو. تعالى هنا. انت رايح في ايه؟ يا ابني انت مالك؟ ما تسيبها بقى عشان تتربى. قومي بقولك. هاجر مين ايه يا
جاني فين شريه ليه يا جاني فين شريه تعالي سامبو طالب هن خلاص محدش عنده كرامة أنا أسف وإيه عدد ده؟ مكواجي؟ لا كوافير كوافير؟ مش معقول يا نادية مش معقول اللي بتعمل إيه ده؟ سليم أنت اللي بتعملني وحش أوي ما بتفهميش ما بتتعلميش أنت عمرك ما كنت حنين معايا تقلك تعملي إيه وإحنا داخلين؟ ما بتسمعيش الكلام؟ ما بتسمعيش الكلام يا نادية؟ برضه برضه جاكي